زيلا كريستيانو رونالدو الاجمالي الاهداف لكريستيانو رونالدو 36 هدف ومارسيلو يا سلام يا مارسيلو على الكره الحلوه ادي امامنا على ذكر الاهداف لم يسجل كريستيانو رونالدو لكن هو اللي عمل الاسيست عمل التمريره الرائعه وادي مارسيلو الذي لم يسجل هذا الموسم يسجل في هذه الانطلاقه الرائعه من الظهير الايسر البرازيلي اللي بيسجل هدف بعد ما سجل في الموسم الماضي 4 اهداف في هذه الانطلاقة القوية جدا من مارسيلو وزاوية صعبة وحطها في كاميني وكاميني يعني وجد صعوبة كبيرة شوف أمامنا الكرة من أوزيل الخطر في إبعاد الكرة هنا في هذه اللقطة من جانب أماتو وكريستيانو رونالدو إلى مارسيلو اللي طمع الجميع في العرضية وسدد كرة يعني في منتهى القوة عشان يسجل مارسيلو هدف التقدم للنادي الملكي بعد مرور 24 دقيقة هذه